السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة الثامنة في مادة محاسبة الضرائب للفرقة الثانية، درس التكاليف واجبة الخصم. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت يا جماعة، الحلقة اللي فاتت مرتبطة بالحلقة دي ومرتبطة بالحلقة اللي جاية برضو، فالثلاث حلقات مرتبطين ببعض علشان هيجي لك مثال واحد لامم الثلاث حلقات أو الثلاث دروس. لامم هم درسيا ولكن كل درس الدرسين طوال، فهم هي لمم لك الدرسين مع بعض وهيدي لك مثال عليهم هم الاثنين. المثال ده يا جماعة زي ما قلنا عليها 60 درجة، يعني نص الامتحان. أول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده نكتب اسم الدرس. اسم الدرس التكاليف واجبة الخصم. واجبة الخصم يعني يا جماعة يعني التكاليف اللي هتتخصم من صافي الربح. اسم الدرس كده معناه انه التكاليف اللي هتتخصم من صافي الربح. طبعا خطوات الحل احنا خدناها امبارح واكتبها لكم تاني بالنسبة للناس اللي ما سمعتش الحلقة اللي فاتت. خطوات الحل، قلنا خطوات الحل يا جماعة ايه ويا ويا. عندنا ثلاث حاجات في الخطوات الحل، عندنا المدرج وعندنا الواجب وعندنا الفرق اللي بينهم. يعني عندنا واحد المدرج. المدرج بيساوي يا جماعة بيساوي القيمة او المبلغ. امتى بيساوي القيمة او المبلغ يا جماعة؟ اذا كان او اذا ذكر مدرج او يتضمن. لما يذكر في التمرين انه او في القيم مدرج او يتضمن، يبقى انا هكتب المدرج هيساوي القيمة، هتساوي القيمة. طب امتى بيساوي صفر؟ الكلام ده قلناه في الحلقة اللي فاتت يا جماعة. امتى بيساوي صفر؟ عكس الأولي، إذا لم يذكر مدرج أو يتضمن. يعني لو ما ذكرش المدرج أو يتضمن، يبقى المدرج بيساوي صفر. اثنين، الواجب اللي هو واجبية واجب الخصم بيساوي القيمة أو المبلغ. قلنا امتى بيساوي القيمة أو المبلغ يا جماعة؟ لما يبقى واجب الخصم. لما يبقى ايه؟ واجب الخصم. طبعا الواجب الخصم هنشرح النهاردة كله بالتفصيل، أنواع الواجبة للخصم أو أنواع التكاليف الواجبة للخصم كلها هنشرحها في الحلقة دي بإذن الله. تمام كده يا جماعة؟ تمام. طب امتى بيساوي صفر؟ امتى بيساوي صفر؟ اذا كان العنصر غير واجب الخصم. اذا كان العنصر غير واجب الخصم يعني مش بيتخصم، هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. ده بالنسبة للواجب. اما بالنسبة للفرق، طبعا كلنا عارفين انه الفرق بيساوي ايه؟ المدرج ناقص الواجب. المدرج ناقص الواجب. في مشاكل يا جماعة في خطوات الحل؟ مفيش أي مشاكل خالص، لأن الخطوات الحل دي يا جماعة هو تمهيد الحل، تمهيدية الحل. طب بعد تمهيد الحل إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل كشف التعديلات اللي هو إحنا خدناه في الحلقة اللي فاتت، وهنكتب صف الربح على طول من أول التمرين، صف الربح المحاسبي. وبعد كده في حاجة هتضاف لصف الربح اللي هي أي حاجة بتزود صف الربح. طب أي حاجة بتخفض صف الربح هتتخصم، هتتخصم. اي حاجه بتخصم من صافي الربح يا جماعه تنزل في الخصم، اي حاجه بتزود صافي الربح هتنزل في الاضافه، يضاف اليها. تمام كده يا جماعه؟ تمام. بالنسبه للفرق عندي ثلاث احتمالات وقلتهم في الحلقه اللي فاتت. اذا كان الفرق بيساوي صفر فلا توجد مشاكل في تعديل كشف الحساب، يعني ما فيش اي حاجه هتنزل في كشف التعديلات. طب لو كان الفرق بيساوي رقم موجب، بيقول لك هينزل في بند اللي يضاف اليه، هينزل ايه؟ البند يضاف اليه لانه الرقم موجب، فهينزل ايه؟ هينزل في الاضافه، يعني هيزود صافي الربح.
طب لو كان الرقم سالب معناه ان هو هينقص صفر الرف، هينزل في يخصم منه، يخصم ميه منه. ده بالنسبه للفرق كده يا جماعه. احنا خلصنا هي خطوات الحل او تمهيد الحل عامه. لما تبدا تحل باذن الله في الخاص بالتكاليف واجبه القسم او الايرادات، هتبدا تحل بالخطوات الحل وبالتمهيد الاول، وبعد كده تعمل ايه؟ كشف التعديلات. ده بالنسبه لخطوات الحل. تعالى نتعرف على انواع او الانواع التكاليف واجبه القسم. انواع ايه التكاليف؟ تعال نمسح خطوات الحل ونكتب على ابيض كده علشان ايه نعرف كل حاجه بالنظام. يا ريت يا جماعه الكل يكون بيكتب اي حاجه بيقولها، وخليكم جاهزين ان انا همليكم كلام. يعني انا مش كل حاجه هكتبها على السبوره عشان الكلام كتير ومش عايز الحلقه تطول خالص. فانا هكتب العناصر واكتب لكم جزء وامليكم الجزء، فانت خليك جاهز معايا. تعال نكتب انواع التكاليف واجبة الخصم. واجبة الخصم عندنا اكتر من نوع يا جماعة، عندنا ايه اكتر من نوع. هنبدأ باذن الله باول واحد. الانواع التكاليف واجبة الخصم هنبدأ بيها باول واحد. اول واحد اللي هو الرسوم والضرائب، الرسومية والضرائب. الرسوم والضرائب، تعال نكتب بالقلم الأسود. اتملى معايا. الرسوم والضرائب تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، فأنا أكتب لكم تعتبر عشان أسهل معاكم شوية. تعتبر وبعدين في القلم تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. واجبة الخصم تعتبر مية يا جماعة. معلش القلم مش عارف بيشطب ولا هو ايه، هو نظام كده ولا ايه بالظبط. واجبة هي الخصم. كمل معايا في الاملة او اتملى معايا. عرفنا انه الرسوم والضرائب تعتبر من تكاليف واجبة الخصم ما عدا الضريبة على ارباح الاشخاص. ما عدا ايه الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، مثل الضريبة على العقارات والأراضي المملوكة للشركة ورسوم الترخيص للسيارات المملوكة للشركة. ملحوظة، الضريبة الأجنبية يتم خصمها من قيمة الضريبة المستحقة بعد عمل مقارنة بينهما وبين الضريبة المصرية واختيار أيهما أقل. يعني الأقل فيهم الضريبة الأجنبية أو الضريبة المصرية، الأقل فيهم هم اللي هتتخصم. هي هي اللي هتتخصم. يا ريت الكل يكون كتب المعلومات دي او الشرح اللي انا بمله لك ده. نعيد تاني علشان الناس اللي ما كتبتش. اولا الرسوم والضرائب تعتبر من ايه؟ من التكاليف واجبة الخصم اللي هي بتتخصم من صافي الربح. تمام كده يا جماعة؟ تمام. بيقول لك ما عدا، اكتب معايا، ما عدا الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية. طب مثل ايه بالظبط او زي ايه بالظبط؟ زي الضريبة على العقارات والاراضي المملوكة للشركة ورسوم التراخيص للسيارات المملوكة للشركة. يعني أي حاجة خاصة بيها، خاصة بالشركة المملوكة للشركة. ملحوظة، اكتب معايا الملحوظة دي. الضريبة الأجنبية يتم خصمها من قيمة الضريبة المستحقة. يعني الضريبة الأجنبية بتتخصم من مين؟ من الضريبة المستحقة بعد عمل مقارنة بينها وبين الضريبة المصرية. يعني انت بتعمل ضريبة مقارنة بين الضريبة الأجنبية والضريبة المصرية وتشوف مبلغ الضريبة الأجنبية كام ومبلغ الضريبة المصرية كام، والفرق اللي بينهم انت هتاخده. يعني انت هتشوف مين فيهم أقل وهتاخده. مثلا لو الضريبة الأجنبية 30 والضريبة المصرية 20، هتاخد الضريبة المصرية، هتخصمها من ايه؟ من الضريبة المستحقة، من الضريبة المستحقة. ده بالنسبة كانت أول حاجة. تعال ناخد تاني حاجة من نوع أنواع التكاليف واجبة الخصم اثنين، وهي أقساط التأمين الاجتماعي. التأمين
الاجتماعي. يا ريت الناس بتكتب ورايا عشان الكلام ده النظري يا جماعة مهم جدا، علشان انت لو فهمت النظري هتدخل على المثال هتفهم المثال هيقول ايه او عايز ايه بالظبط. ممكن المثال بيتكلم عن الرسوم والضرائب القيد عشان هي هتبقى قيود. ممكن المثال الثاني بيبقى بيتكلم عن اقساط التأمين الاجتماعي، بيقول لك ده واجب الخصم، هتعمل ايه في الفرق، هتعمل ايه في المدرج، وهتعمل ايه في الفرق، وهتعمل ايه في الواجب. تمام كده؟ تمام. اقساط التأمين الاجتماعي يا جماعة بيقول لك برضو تعتبر وبعدين انا مش عارف، انا القلم ده بدأت اكرهه على فكرة. تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. تمام كده يا جماعة؟ تمام. يعني أقساط التأمين الاجتماعي تعتبر من تكاليف واجبة الخصم بشرط، اتملى معايا كده، بشرط أن يتم سدادها فعلا، يتم سدادها هي فعلا، يعني لازم تسدد. الأقساط التأمين لو اتسددت يبقى من تكاليف واجبة الخصم. ثلاثة، معنية ثالث نوع هو أقساط التأمين ضد العجز. يعني لا قدر الله لو واحد عاجز أو الوفاة، لو واحد توفى ومعه أسرة أو للحصول على مبلغ أو إيراد، أو إيراد هو الكلام ده هيحدده لك في القيد، هو هيحدده لك إيه في القيد. ده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. اتملى معايا، اتملى معايا. بما لا يجاوز 300 جنيه في السنة، وذلك بالنسبة للشركاء جميعا وليس لكل شريك. بالنسبة للشركاء جميعا وليس لكل شريك. يبقى أقساط التأمين ضد العجز، لو واحد عاجز أو متوفى أو للحصول على مبلغ أو إيراد، دي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. بما لا يجاوز، كمل معايا بعد واجبة الخصم، بما لا يجاوز كم؟ 3000 جنيه. بما لا يجاوز كم؟ 3000 مش 300 يا جماعة، في السنة 3000 جنيه في السنة، وذلك بالنسبة للشركاء جميعا وليس لكل شريك، وليس هي لكل شريك. بعد كده أربعة، أربعة وهي المبالغ المستقطعة المبالغية المستقطعة لحساب صناديق الإدخار أو المعاش، أو هي المعاش. المعاش ده يا جماعة دي المبالغ المستقطعة أو المختصة لحساب صناديق الإدخار أو المعاش. دي يا جماعة تعتبر من التكاليف، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. تمام كده؟ تمام. كمل معايا في بعد واجبة الخصم، بما لا يجاوز 20%، بما لا يجاوز 20% من إجمالي مرتبات وأجور العمال. من هي إجمالي المرتبات والأجور العمال؟ بمعنى إنك أنت المبالغ المستقطعة دي بعد ما توصل للمعاش أو الإدخار، بعد ما توصل للمعاش
بيدولك 20% من المرتب بتاعك لما كنت شغال. يعني انت لما توصل للمعاش مش بتشتغل، ولكن بعد ما توصل للمعاش علشان مش ما تشتغل ما يدولك مرتب، بس المرتب ده كام بالظبط؟ بيديلك 20% من مرتبك الاساسي، من مرتبك هي الاساسي. دي رابع نوع من التكاليف واجبة القسم، بتتقسم من مين؟ بتتقسم من صافي الربح المحاسبي، من صافي الربح المحاسبي. معنا خامس حاجة وهي الجزاءات، الجزاءات المالية والتعويضات. الجزاءات المالية والتعويضات، الجزاءات المالية والتعويضات يا جماعة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. ايه ده؟ هو كل اللي هناخده يا جماعة تكاليف واجبة القسم؟ ايوه، هقول لك ده اسم الدرس نفسه، التكاليف واجبة القسم. يعني الانواع الكل اللي هناخدها التكاليف واجبة القسم، تعتبر ان هي من التكاليف واجبة القسم، ولكن انا بشرحها لانك لازم تعرف الانواع دي ايه بالظبط، ولازم تعرف الملاحظات اللي بينهم، يعني امتى تبقى واجب تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، وامتى ما تعتبرش من التكاليف الواجبة الخصم. تمام كده؟ تمام. بالنسبة للجزاءات المالية والتعويضات يا جماعة، قلنا تعتبر من التكاليف واجبة القسم بشرط، بشرط هي اتملى معايا، ان تكون مرتبطة بنشاط الشركة. مثل ايه طيب؟ او زي ايه بالظبط؟ زي غرامة اشغال طريق، وغرامة توريد البضاعة، وغرامة هي توريد البضاعة. يا ريت الكل بيكتب الملاحظات دي معايا يا جماعة، والحاجات اللي انا بمليها يا ريت الكل بيكتبها. ستة، ستة وهي الديون المعدومة، الديون المعدومة. وراح اقفل القلم ده كده ونكتب. الديون المعدومة يا جماعة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. يعني الديون المعدومة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، هقول لك ايوه، بس بشرط، بشرط ايه؟ كمل معايا واتملى، بشرط ان يكون الدين مرتبط بنشاط الشركة. يعني الدين لازم يكون مرتبط هي بنشاط الشركة بس، وأن يكون قد اتخذت إجراءات الاستيفاء. الاستيفاء هي الاستيفاء الدين، اللي أنا محتاج الدين أو محتاج الديون المعدومة دي اللي هي طارت مني، أنا محتاج تعويض عليها، محتاج هي تعويض عليها. ده يعتبر يا جماعة من التكاليف واجبة الخصم، اللي هي تتخصم من هي من الربح، من الشركة، من صافي الربح، هتتخصم من صافي الرب. يبقى الديون المعدومه يا جماعه لما اعمل استيفاء معناها الصح يعني انه انا مش محتاج الديون دي المعدومه، خلاص الديون المعدومه دي خلاص خسائر راحت، فهتبقى ايه؟ هتتخصم من الديون، هتتخصم من صافي الرب، تخصم من ايه؟ من صافي الرب. معانا سبعه، سبعه وهو الخصم المسموح، الخصم المسموح. به الخصم المسموح به، ويعتبر من التكاليف واجبة الخصم، يعتبر او تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. يعني لما انت تلاقي في القيد نفسه الخصم مسموح به، يبقى انت تعتبره على طول من التكاليف واجبة الخصم، اللي هي تنزل في الواجب، تنزل هي في الواجب. دول سبعة. تمانية، تمانية جماعة وهي الإكراميات، الإكراميات وغيرها من المصروفات.
غيرها من ايه؟ من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات. غير المؤيدة بها بالمستندات برضو يا جماعة، هو هيحدد لك المصروف غير مؤيد بالمستندات ولا مؤيد بالمستندات. تعال نعرف معنى الإكراميات وغيرها من المصروفات غير المؤيدة بالمستندات. اتملى معايا؟ بيقول لك هي وهي المبالغ اللازمة لتيسير الأعمال مثل أو زي مصاريف النظافة ومصاريف البوفية، يعني مصاريف البوفية في الشركة نفسها ومصاريف النظافة اللي هي خاصة بنظافة الشركة، دول المصاريف. وتعتبر من التكاليف واجبة الخصم، تعتبر من هي من تكاليف واجبة الخصم في حدود 7% من إجمالي المصروفات. يعني التكاليف واجبة الخصم في حدود كم؟ 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بالمستندات، المؤيدة بها بالمستندات. دول 8 تمام؟ أتمنى إن هي شرحت لك كله بالتفصيل. بيقول لك هي المبالغ اللازمة لتيسير الأعمال مثل مصاريف النظافة ومصاريف البوفية، وتعتبر من هي من تكاليف واجبة الخصم، واجبة هي الخصم. ده بالنسبة لـ8. ولكن واجبة الخصم في حدود هي كام؟ 7% من إجمالي المصاريف، يعني أنا هشوف المصاريف كلهم كام وأخصم منهم 7% بس، دول هم واجبة الخصم، هم هي اللي هيتخصموا. 9 يا جماعة وهي التبرعات، التبرعات والإعانات. طبعا خدنا إعانات قبل كده، ولكن في شروط يا جماعة، إمتى تبقى واجبة الخصم وإمتى تبقى خاضع للضريبة؟ إمتى تبقى التكاليف واجبة الخصم وإمتى تبقى خاضعة للضريبة؟ بالنسبة يا جماعة للتبرعات والإعانات، هي التي تدفعها الشركة للغير، هي اللي ما تدفعها الشركة للغير. اكتب انت معايا يا جماعة، اكتبوا يا جماعة، ما تسمعوش الفيديو وخلاص او شايفين ان انا ما اتكلم مع نفسي وخلاص، لازم تكتب ورايا، لازم هي تكتب ورايا علشان تجيب مجموع وتدخل الكلية. لو انت بجد عايز تدخل الكلية لازم تكتب ورايا، تمام؟ تمام. يعني التبرعات والإعانات هي التي تدفعها الشركة للغير يعني الناس التانية، تمام؟ منها أنواع أو مقسمة لأكثر من حاجة. أول حاجة 1 وهي يا جماعة وحدات حكومية تمام، أو الإدارة المحلية أو يا جماعة أو وزارة، أي وزارة ذكرها لك في التمرين، أي وزارة هي ذكرها لك في التمرين. اكتب معايا، كمل اتملى معايا. بعد ما قلنا 1 وحدات حكومية أو الإدارة المحلية أو الوزارة، دي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بالكامل، تعتبر هي من التكاليف واجبة الخصم بالكامل حتى لو تحققت الشركة إلى خسارة، يعني حتى لو وصلت الخسارة برضو تكاليف واجبة للخصم، بشرط أن تكون، بقول لك حتى لو تحققت الشركة إلى خسارة بشرط أن تكون قد دفعت فعلا، يعني دفعت فعلا، وده يحددها لك برضو في المثال. ده بالنسبة لأول حاجة. 2 يا جماعة وهي الجمعيات والمؤسسات. الأهلي، المصري، المشهرة وهي المشهورة يا جماعة، المشهورة يعني المشهورة، ودور العلم والمستشفيات. والمستشفيات الحكومي ومؤسسات البحث العلمي، ومؤسسات البحث العلمي، تمام كده يا جماعة؟ تمام. المصري هو حدد لك برضو المصري مش الأجنبي. يبقى 2 من التبرعات والإعانات، 2 هي
تبرعات الاعلانات هي تدفعها هي الشركه للغير يا جماعه، الفلوس اللي ما تدفعها الشركه للغير للناس الثانيه، منهم واحد وحدات حكوميه والاداره المحليه والوزاره. يبقى تبرعات للشركه اللي ما تدفعها بتدفعها مين؟ للوحدات الحكوميه او الاداره المحليه او الوزاره. اثنين ما تدفعها لمين برضو؟ بتدفعها للجمعيات والمؤسسات الاهليه المصريه المشهره او المشهوره ودور العلم والمستشفيات الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصري. تمام كده يا جماعه؟ تمام. فهمنا حاجه من الكلام ده؟ ما فهمناش حاجه. تعال افهمك انا. بيقول لك يا جماعه الكلام او الجمعيات والمؤسسات الاهليه المصريه والتكاليف اللي بتدفع ليهم دول دي تعتبر ايه يا جماعه؟ تعتبر من التكاليف واجبه الخصم بما لا يجاوز 10%. يعني مش بيتجاوز الكام في الميه؟ 10% من صافي الربح الضريبي. وإذا حققت الشركة خسارة لا تخصم، وبشرط أن تكون قد دفعت فعلا عند الحل. دفعت فعلا هي عند الحل. ومنهم واحد تضاف مؤقتا لصف الربح المحاسبة، دي ملحوظة يا جماعة عند الحل، ملاحظة. واحد تضاف مؤقتا لصف الربح المحاسبة. اثنين، ده بالنسبة لاثنين يا جماعة ما اتكلم، يبقى واحد تضاف مؤقتا لصف الربح المحاسبة. اثنين بعد حساب الضريبة يتم عمل الآتي: التبرعات المدفوعة بتساوي الربح المحاسبة في 10/110. ازاي في 10/110؟ يعني هنستخدم القانون ده. قلنا في الملحوظة واحد تضاف مؤقتا لصف الربح المحاسبة، دي واحد. نكتب الملحوظة: واحد تضاف مؤقتا لصافي الربح، لصافي الربح. اثنين بعد حساب الضريبة، بعد حساب الضريبة يتم عمل الآتي، يتم عمل الآتي اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو التبرعات المدفوعة، تبرعات المدفوعة بتساوي ايه بالظبط؟ صافي الربح المحاسبي، صافي الربح المحاسبي في، امسح الكلام ده، في ايه بالظبط يا جماعة؟ في المعدل على مي زائد المعدل. ده قانون اساسي في التبرعات المدفوعه الخاصه بين، خاصه بالجمعيات والمؤسسات الاهليه المصريه يا جماعه. ما تكتبش القانون ده في الوحدات الحكوميه. انا بقول لك خاص بمين؟ خاص بالجمعيات والمؤسسات الاهليه المصريه المشاره ودور العلم والمستشفيات الحكوميه ومؤسسات البحث العلمي. اي حد تلاقيه في دول هتعمل اول حاجه في الملحوظه تضيف مؤقتا، تضاف مؤقتا لصافي الربح، يعني هشوف المبلغ كام وهضيفه مؤقتا لحد ما اشوف الدنيا، لحد ما اشوف فيه خساره ولا ما فيش، عشان لو فيه خساره مش هتتخسر. تمام؟ ما فيش خساره يبقى اضيفه مؤقتا لحد ما اشوف الاخر. دي اول حاجه. تاني حاجه بعد حساب الضريبه يتم عمل الاتي: هقول التبرعات المدفوعه بتساوي صافي الربح المحاسب دي من الجدول في المعدل هو مديهولي في التمرين على مي زائد المعدل. يعني لو مدينا 10% مثلا، 10% هقول 10 على 100 زائد 10، 10% 10 على 100 زائد 10. ده بالنسبه هي الجمعيات والمؤسسات الاهليه، جمعيات والمؤسسات الاهليه. همسح الملحوظه دي برضو، لازم تكتبها يا جماعه، دي ملحوظه خاصه بمين؟ خاصه بالجمعيات والمؤسسات الاهليه. تمام كده يا جماعة؟ تمام. ده بالنسبة هي التاني حالة في التبرعات والإعانات. ثلاثة برضو خاصة بالتبرعات والإعانات يا جماعة، اللي هي ايه؟ الأفراد أو الفقراء أو الجمعيات غير المشهرة، غير يا جماعة، غير المشهرة أو مؤسسات بحث
علمي أجنبي خاص بي، خاص بالأجانب أو الأجنبي، أو دور، أو دور علم علم ومستشفيات غير خاضعة للإشراف الحكومي، غير خاضعة للإشراف الحكومي. اتمنى معايا بعد ما نعرف الأفراد أو الفقراء، مين الأفراد أو الفقراء أو الجمعيات غير المشهرة أو مؤسسات بحث علمي أجنبي أو دور علم ومستشفيات غير خاضعة للإشراف الحكومي، يعني ملهاش دعوة بالحكومة خالص. دي يا جماعة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، لا تعتبر من هي من التكاليف واجبة الخصم. اكتبوا معايا يا جماعة، أي حاجة معقولة لازم تتكتب، لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. كده يا جماعة احنا خلصنا درس التكاليف واجبة الخصم. يا ريت الناس كلها تكون كتبت الكلام اللي انا شرحته لكم ده كله تمام، وتحفظوه او تفهموه اللي انت عايزه، لان انا متى ما اجيب سؤال خاص بالرسوم والضرائب هتقول له خطوات الحل في التمهيد، في التمرين واحد المدرج، المدرج بيساوي المبلغ او بيساوي صفر. اثنين الواجب بيساوي المبلغ، مثلا الرسوم والضرائب هو محدد لك في التمرين المبلغ، تاخد المبلغ وتحطه في الواجب. بعد كده الفرق المدرج ناقص الواجب. بعد كده لو كان موجب هيتضاف للصافي الربح، لو كان سالب الرقم، لو الرقم كان موجب يا جماعه هيتضاف للصافي الربح، لو كان سالب هينزل يخصم منه، ويخصم منه من مين؟ من صافي الربح. دي كانت حلقة النهاردة يا جماعة، أتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم جميعا. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو وشير الفيديو لكل أصحابك علشان الكل يستفاد. أتمنى من الله عز وجل يا جماعة الكل تكون كتب كل كلمة أنا قلتها وشرحتها، علشان الكلام اللي أنا بشرحه النظري ده مهم جدا يا جماعة، والله العظيم مهم، لأنك لو فهمت الكلام اللي أنا بشرحه ده هتدخل على المثال هتحل على طول، حرام عليك تطير منك 60 درجة نص الامتحان. يعني أنت لو مذاكر المنهج كله وآخر 3 حلقات ما ذكرتهم شيء، اعمل حسابك أنك أنت هتطير منك 60 درجة، هتطير منك هي 60 درجة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.